FM. الكلمة ليك. اليوم زاد نجمو نطرحوا قضية الكاريزما نتاعو. عنده كاريزما حسب رأيك سي حفص خاتسبسي؟ طبعا عنده كاريزما، واني قلت لك نجاحه في تسيير الحزب. علاه ما نشوفوش في بلاتو تاعك؟ خيار شخصي، خيار 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 شخصي، ولكن الرجل رجل نجح في باش يسير حزب لازال الاول في استطلاعات الراي، وحافظ عنده كتله الان متماسكه رغم خروج عديد النواب. 57 نعتبر انه هذا نجاح. هل تعتبر عنده دي شانس في مؤتمر الحزب الجاي؟ اعتقد ذلك. ترشحوا انت معناتها تنتخبوا؟ ننتخبوا ان شاء الله. تنتخب حافظ؟ نعم. هو رئيس الحزب؟ انا باش ننتخبه على كل حال. خاطر باش ينتخبوا زاد امين عام؟ طبعا اعتقد هو الهيكله مازالت ماهيش حاضره، ولكن اعتقد انه باش يكون المرشح الاوفر حظ. احسن حسام شق حافظ قائد سبسي معناتها. علاش؟ يعني تنجم تقول تيار حافظ؟ تيار حافظ قائد سبسي. لا انا في نداء تونس، ما عندناش شقوق والتيارات انتهت من نداء تونس، ولكن اعتقد انه فما قياده متجانسه الان تشتغل مع بعضها، وهي قياده نداء تونس. ما عادش عندنا الشقوق انتهت والتيارات انتهت داخل نداء تونس. ما عرفتش توع السياسه وفما تجانس؟ لا الى حد الان الحمد لله ربي بقى علينا ستر. الى حد الان فما تجانس وفما تكامل كبير داخل قياده نداء تونس. الكلمة ليك.